يا سلام يا سلام يا ولاد، النهارده الاكلات عندنا شكلها شهي وحلوه وطيب مع فريده ممشى. حلو الشين عليك. بجد تغيير بقى، مش على طول بقى كده بقى والشعر في كده. كل حالاتك انت الجميله. اللي قمر الله اخبارك يخليك. ايه؟ الحمد لله بس النهارده شرف زي بعض. عزيمه. شفت امين. تحفه تحفه. بس ده مش جلد، ده لا ستان. انا من بعيد افتكرته مش جلد. ستان ده، ولا بيسموه ايه؟ يعني هو هو ده تفتان مش عارف ولا جانشيلا؟ دونتيلا. شفتي اي حاجه بالحرف؟ عليك حلوه يا حتى شيكو. الدانتيلا. دونتيل. 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 جبير. جبير. مش جبير. لا في بيقولوا جبير. يلا بقى مالناش دعوة. طيب عايز اسألك حاجة. الحمام. الحمام ما بيخش الحمام. ودي الحاجات اللي في الحمام كده. التواليت. وراه في ايه بندوس عليه؟ السيفون. اسمه ايه؟ سيفون. سامعين يا اللي جوه؟ قصدي ايه؟ مش صفاون. ايه كمان؟ اصل عندنا تناقش، هو اسمه سيفون ولا سافون؟ هم ده مصممين ان هو نقاش على سافون، سافون وانا ماشي. بقول لهم سيفون. قول لهم يا فريدة بيسمعوا انت اصلا بيسمعوا كلامك جدا. اسمه ايه؟ لا سيفون. سي مش سا، عشان تفرق كتير. مش عارف حد بيرد عليا في ما حد خلاص كده في ما فيش بخره. ماشي يلا قولي انت اي حاجه عشان ماشي. هنقول هنعمل ايه النهارده؟ ايه ده؟ ده حضرتك دبابيس مشويه في الفرن. صح، انا هتقعد تضحك عندنا في الوقت ده العادي. دبابيس دي سمبوسك دي ولا ايه؟ سمبوسك بس بقى محشيه بطاطس بالكاري وحاجات دي كده. هنعملها؟ هنقول طريقتها بس عشان ماشي. هي ايه الديبنج ده؟ الصوص ده ايه؟ ده تمر هندي مع الفراخ او السمبوسك. نسقسقوا فيه تمر نسقسقوا. وهتعمليه ولا؟ ده هنعمله. اوكي، وده ايه؟ دي بطاطا بالكريم كراميل. حاجه بقى ايه كده شكل بطاطا لذيذ. كريم كراميل. كريم كراميل. فريده يا جميله، انت شكلها حلو، شكلها حلو وطعمها تحفه. خلي بالك النهارده بهنك في الكلام، ماشي فتلحقيني. حاضر. نبتدي نعمل الدبابيس. يلا بينا نقول مقادير. قول لهم. ماشي، يلا قول لهم. عندنا نص كيلو دبابيس فراخ، صلصه طماطم، حبوب الشمر، كزبره ناشفه، زعتر ناشف، توم فريش، ملح وفلفل، زيت مغلي. وللصوص عندنا تمر هندي منقوع ومتصفي، وعسل ابيض، ملح، عصير ليمون، زيت، كزبره مطحونه. السمبوسك هنقول بس مقاديرها بس مش هنعملها. لفه سمبوسك، بطاطس مسلوقه ومهروسه، توم، كاري، ملح وفلفل، وجنزبيل باودر. ممكن اللي عايز يزود فيها جبنه يزود. خلاص أوكي. بس كده نبتدي ايه، نحط الزيت كده، انا عايزاه يسخن علشان هنشوف التتبيله هتتعمل ازاي. انا هنا عندي حبوب الشمر وعندي الزعتر الفريش والكزبره، هحطهم مع بعض، عليهم التوم، عليهم صلصة الطماطم، هستأذن حضرتك في ملح وفلفل، ماشي، شوية فلفل أسود. الله، أنا بحبها. أنا كمان. هنا الدبابيس احنا بس هنعمل لها أقلبهم. فتحات. أقلبهم. بص، أول ما نحط الزيت عليها بعد ما يسخن نقلبه. هنزلها هنا؟ لا، هناخد الزيت وهو نحطه مغلي عليها. نحطه عليها. ده بقى بيطلع كل الفليفرز اللي موجوده في النكهات اللي موجوده في الاعشاب اللي احنا انت عايزاه يغلي خالص؟ عايزاه يغلي شويه او يسخن يعني. أوكي. هنا هعمل فتحات بس في الفراخ، فمحتاجه ايه، سكينه. مش عايزه دي ولا مش عايزاها؟ هجيب السكينه. لا دي عشان الصوص، خليها. اوكي، عايز سكينه صغنطوطه خالص. اي حاجه بس اعمل فتحات هنا علشان ايه، التتبيله تدخل على طول في الفراخ. لا دي مش حاميه ولا دي حاميه. لا مفيش، مش مشكله. لا ماشي اهي كده. إيه؟ بعمل فتحات كده اهي. طيب. لا كويس اهي، قدت الغرض. تمام، وهحط كده لحد بس ما الزيت يغلي معانا شويه، وهعمل فتحتين هنا. لو عايزين بقى تزودوا في التتبيله دي
مرقه اللي هي بتاعت الفراخ اللي هي الباودر دي، زودوها لو عايزين تضيفوا نكهه اكتر، بس انا شايفه ان هي فراخ فمش لازم نقعد نزود حاجات. حطيتي ايه هنا من الاول؟ هنا حطينا شمر، حبوب الشمر، وحطينا حبوب الشمر دي مش منتشره قوي، مش منتشره قوي، بس في التتبيله دي يا شريف هتدي، هتودي الفراخ في حته تانية خالص. أوكي. تغيير بما ان احنا بنعمل حاجات مختلفه، تغيير. وصلصه وكزبره فريش قلنا، وزعتر ناشف، وملح وفلفل، وتوم فريش. خلاص انا بيتهيألي خلاص. حلو قوي. بص بقى، اول ما هننزل الزيت هنا هطش. طب ابعدي شويه. ماشي، عشان لو حصل اي فرقعه. بص كل النكهات هتطلع ريحه بتاعتها حلوه. هتحط كله كده؟ لا كده حلو قوي على دول، حلوين قوي ريحه. بص التتبيله بانت على طول. هننزل بقى الفراخ كده. المفروض نسيبها في التتبيله دي قد ايه؟ يعني نص ساعة. تمام؟ مفيش وقت، ممكن على طول. ليه مفيش وقت؟ اللي احنا ورانا ايه؟ احنا بنطبخ بحب. انا بتكلم لو ست البيت يعني مستعجلة قوي. امال اسمها لا كدا ست كدا. البيت مش مستعجلة، مستعجلة ليه؟ يعني أحلى حاجة إنك تسيبي التتبيلة فيها نص ساعة مثلا، وبعدين ندخلها بقى إيه الفرن تتشوي. خلاص؟ هنا صينية الفرن، واللي عايز يعملها على فكرة على النار مفيش مشكلة برضه، بس أنا بحب الفرن أكتر. هتاخد تقريبا يا شريف نص ساعة مثلا. أوكي. بس هنشغل الشواية وهنشغل الفرن يعني فوق وتحت علشان إيه الفراخ تستوي على طول وتاخد اللون الحلو. بس كده. هتعملي إيه دلوقتي؟ دلوقتي نعمل بقى صوص تمر هندي. ده إيه بقى حكايته ده؟ ده صوص مختلف كده، واخد ايه حته من المطبخ الهندي كده، بما ان الفراخ برضو فيها توابل شويه الهنود بيستخدموها في المطبخ. قلت مقاديره؟ قلت مقادير. اوكي. او احنا كمان شغالين هنقول برضو المقادير عادي. طيب ده ممكن نحطه مع ايه؟ ده ممكن يتعمل جنب اي حاجه زي السمبوسك اللي انا قلت عليها دي. اوكي. هو ديبنج يا شريف، يعني بيتحط بقى مع فراخ غموس. ممكن غموس، ممكن يتحط مع فراخ مقلية، ممكن يتحط مع السمبوسك، ممكن أي حاجة زيه زي أي ديبنج تاني أو غموس تاني. تمام؟ هناخد ده كده. أنا هنا نقعت التمر هندي وصفيته كويس وخليته تقيل شوية شريف. أوكي. هو بيبقى فيه مزازة كده حلوة. هحط عليه شوية عسل. أقلب؟ أول ما أحط لك بس العسل. يبقى كده تمر هندي عادي. تمر هندي معلوش طبعا سكر. معلوش سكر. احنا دلوقتي حطينا العسل عشان بيبقى فيه مزازه قوي، فبنعيد الطعم شويه. بنكسره. واحط عصير ليمون. انا هشيل لك كله. لا لا لا. عصير ليمون شويه حلوين كده. تمام؟ وعليهم الكزبره الناشفه. انا هنا دي كنت هستخدمها بس خلاص حطيت عصير الليمون. وشويه زيت. بس كده. الغموس سهل جدا والطعمه حلو قوي مع الفراخ دي او اي فراخ في الفرن. السمبوسك نفس الحكايه. انا ممكن اقول السمبوسك بقى بسرعه. قول لنا السمبوسك. سمبوسك انا سلقت البطاطس وهرستها. هتقولي مقادير الحشو. الحشو السمبوسك بالبطاطس. بالظبط. اتفضلي. الحشوه سلقت بطاطس هرستها، عليها كاري، عليها ملح وفلفل، عليها توم فريش وجنزبيل باودر، وممكن اللي عايز يزود جبنه موتزاريلا مثلا يزود. وبعدين حشيتها في السمبوسك وقلتها. بس دي هتتاكل مع الصوص ده ومع الفراخ. اوكي. خلاص؟ انا مبسوط. بس كده. طبختنا اكله فيها فراخ. وبصوا الكاونتر عامل ازاي؟ هتقطعها ليه؟ فله. بصوا. انا ما بحب اخش. انا ما بحب المطبخ. بصوا. انا عارف. بوتاجاز فله استخدمناه، عملنا فراخ وعملنا كله فل. انا ما بخش عندي المطبخ اعمل اي حاجه. بيبقى كده. انا متاكده، انا متاكده. نظافه حلوه برضه. في بقى المطبخ عندنا في البيوت لازم على طول المطبخ يبقى كده. شوفوا اول باول اول باول. ونتمنى في برامج الطهي. لا في برامج انا معاك فيها بتبقى الدنيا متشقلبه. لحواسه. بس ستات البيوت يا شريف اغلبهم اللي هو المدرسه بتاعت اول باول. تغلطي في الشيفات؟ لا مش قصدي عشان كده، بس عشان هما اللي في الاخر هيدبسوا في غسيل الحاجات دي. لا ستات البيوت ورجاله البيوت وكل حاجه. لا مش كل رجاله البيوت وشيفات. المفروض دايما برامج الطهي بتطلع والناس بتشوف حاجه، على قد ما نقدر على قد ما نقدر دايما يبقى كل حاجه. مش لازم نهتم بعدد كبير قوي للحاجات اللي بتتعمل، بس نهتم بان الحاجه تطلع النظافه. الاكل يعني الاكل حلو
اولا يعني نظافه. طيب هنسمعك دلوقتي اغنيه. يلا بينا. اه وحسام بعد النيو لوك كده صوته بقى احلى واحلى زي ما طول عمره صوته حلو. طيب. الحب الكل. يلا. الحب كله. يلا بينا. بما ان فاضل 10 ايام على الفالنتاين. هابي فالنتاين. هابي سنجل دي احلى. طيب هنسمع كوبليه منها وبعد كده فاصل بعد الفاصل نرجع لكم مع فريده نعمل ال بطاطا. بطاطا بالكريم كراميل. بالزبط. يلا مزيكا. قبل ما نعمل انا جاي لك. ماشي. عشان عايز اتكلم معاكي في موضوع. طب اشدي بقى. دلوقتي يا جماعه في حاجه. احنا بنساعد الناس انها تسخر من بعض وتتنمر على بعض. وفي بعض الناس من الواضح ان هم عندهم
ما اعرفش بيعملوا كده في اولادهم ليه. يعني على سبيل المثال في حدث حصل ان في شخص ولد وبنت اتجوزوا وهم مش واضح انهم مش في كامل قواهم العقليه وعملوا زفه وانا اتفرجت على الفيديوهات دي وام العريس حتى في الزفه شتمت واحد مش عارف قالت له شفتي لا انا شفت مش عارف ازاي قالت كده بصراحه بس اتس اوكي وازاي الراجل سابها تقول له كده برضه اتس اوكي وبعد كده بقى ابتدت المواقع تروح تصور معاهم وقال لهم احنا نتعرفوا على بعض ازاي هي مش عارف غمزت له فهو غمز لها لا لا مين غمز لمين الاول بس مش هي دي مشكلة طيب هو انا مش عارف اقول ايه عشان مش عايز اقول كلام يحاسب عليه احاسب عليه بس ما احنا برضو من واجبنا نقول الحاجات اللي زي دي هو انا ندمت انا اتفرجت لان انا بتفرج بيتحسب فيو ان انا اتفرجت ف الاهالي واضح انهم عايزين يعني انت كاب ليه وافقت ان فيديوهات زي دي تنزل للبنت والولد انت كاب ليه قبلت ان موقع يجي يصور مع ابنك وابنك يقعد يقول الكلام اللي هو قاله ده عشان ايه يعني عشان توري ايه يعني حضرتك فخور هي ليها معنى واحد يا شريف اتفضلي قولي الفلوس الفلوس اوكي عشان يطلعوا ترند فبالتالي يشتغلوا في بقى صاحب العريس كان في شاب كده قاعد هو قال قال احنا بقينا ترند فهو فرحان جدا وعايزين بقى يعملوا فيديوهات لما يعملوا فيديوهات والناس تتفرج انت فاهم الموضوع فلوس. طب وتشانل مثلا على يوتيوب طيب يعني انا ما اعرفش ان حد يبقى بنته او ابنه مش في كامل قوام العقليه ويتاجر بيهم ده يبقى اسمه ايه؟ يا حضرتك كأب وانت كأم هل انتوا مبسوطين ان ولادكوا الناس تخش تكتب والناس كمان بتخش تكتب تعليقات والناس بتقعد تضحك وتتنمر عيب قوي طبعا اللي بيخشوا يعلقوا التعليقات دي عيب عليكوا عشان الناس دي مش طبيعيه وانتوا عارفين ده بالظبط وانتوا ربنا يعني ايه مديكوا مخ سليم فما يصحش ابدا انتوا تخشوا تتريقوا على شكل البنت ولا على شكل الولد ولا على اداء الولد وانتوا عارفين كويس قوي ان الاب والام في الغالب بيتاجروا بشكل ولادهم وبعقليه ولادهم بالفيديوهات دي عشان ياخدوا فلوس انا بالنسبه لي النوعيات دي من الاهالي المفروض تعاقب صح انا معاك عقاب ايه سجن يعني العقاب يبقى سجن مش عقاب انهم يدفعوا غرامه لانهم هو ما عندهمش فلوس ولو اتسجنوا مش عارف العيال دي برضو في الحقيقه هيسيبوهم لمين او مين انا مش عارف هم للاسف هم كمان هم اللي واخدين بالهم من ولادهم دول بس هو الحاجات هو كده واخد بالهم من ولاده لا يعني هم اللي بيصرفوا عليهم وكده فاهم قصدي بس هم لقوا بقى الموضوع دخل في حته ده احنا هيبقى كده الباب هيتفتح لنا فلوس مش عارف ايه الموقع او المواقع اللي بعتت مراسل بميكروفون وكاميرا عشان يقعد يتكلم ويعمل حوار انتوا ليه اصلا وفين الحوار اصلا يا وفين الحوار بالظبط ايه تعرفتوا على بعض انا بقى عايز اقول حاجه ما هي دي صوره مسيئه لمصر صح يعني انتوا كده المواقع دي انتوا بتسيئوا لبلدنا وبتسيئوا لشكل بلدنا وبتسيئوا للمصريين لما بعض الدول تقعد تشوف ده وكل شويه فيديوهات زي دي تطلع هيقولوا ايه المصريين هم عيب بيتنمروا بقى على الناس وده اتنين طالعين مش عارفه مالهم بيتكلموا عليهم ازاي وعاملينهم حدث قصه بقى كبيره كده يعني المواقع اللي بتعمل كده انتوا بتزودوا الطينه بله ولا بتعملوا ايه بالظبط يعني انت كموقع المواقع دي برضو المفروض تتحاسب انا مش عارف المواقع دي اصلا بتخش يعني احنا بنيجي هنا نعمل نمضي مع القناه انا ما بمضي على حاجه اسمها ميثاق العمل الاعلامي وفي نقابه وفي حساب بتحاسبه انا بشتغل في قناه محترمه صح فقناه محترمه دي بتحاسبني صح زي كده انا الحلقه بتاعتي مش على الهوا بتتسجل بتعدي على اثنين نوعيتين من الرقابه في بعض الكلمات والجمل بتتشال وانا بحترم ده وبيقولوا لنا بتتشال ليه
هم مش بيشيلوها بس كده، هم بيقولوا لنا سبب رفض الجمله او سبب رفض الشيء ان ده هم شايفينه ان فيه اساءه. في احيان كتير بقعد افكر واقول هم عندهم حق انهم يشيلوا ده، ما كانش المفروض انا اقول كده او الضيف يقول كده، ما كانش المفروض اتصرف التصرف ده، ما انا مش ملاك اكيد بغلط. فالحمد لله انا عندي رقابه ورايا بتلم غلطاتي، بقولها بالمفتشر وانا مع ده، انا مع الرقابه. انا بحب الحريه جدا، بس انا برضو في حاجات ممكن ما تجيش في وجهه نظري انها يعني. انا مره مثلا طلعت قلت جمله عن شعب ما في شرق اسيا، اتشالت رقابيا وقالوا لي ليه اتشالت في الايميل. احترمت جدا الرقابه وقلت عندهم حق، وانا قلتها بسلامه نيه وحسن نيه، بس هي ممكن تكون فيها اساءه لشعب اخر. فاهمه؟ فشالوها. صح. طب انتوا بقى تخيلوا النوعيه دي بقى، دي من الفيديوهات اللي الناس بتعملها والمواقع بتعملها، دي بتسيء لمصر ازاي؟ وبجد حاجه مش بتضحك يعني، مش الموضوع مش بيضحك يا جماعه. الناس بتقعد تضحك على الفيديوهات دي وكده، هي الموضوع مش بيضحك. وتشوفوا بقى عدد الفيوز والشير والكومنت، شيء مرعب مرعب. انا اتمنى بس هو في يا شريف الاهل ممكن تقول لك احنا ناس غلابه ومش عارف ايه، فلما يلاقوا حاجه زي دي انت بتشوفها ازاي؟ هو الناس، انت شفتي العريس الجاكيت اللي لابسها الخضراء اللي ليها كابيشون في فار؟ هي دي جاكيته دي بكام؟ لا ما اعرفش بقى. انا فاهمه قصدك. والبيت اللي هم قاعدين فيه ده بيت عندهم اربع حيطان نظيفه ومتبيضه جديد وكنبه وكل حاجه، يعني ما فيش حاجه. وبقى يا ستي انا غلبان ومسكين هتاجر بابني؟ لا هو ده بقى اللي انا ضده. ان شاء الله يعني اموت من الجوع وابني يموت من الجوع. الناس انتوا قاعدين يا جماعه تضحكوا يعني الناس على ابنكم ليه بس؟ يعني انا لو ابني عنده مشكله عقليه انا هتاجر بيها عشان اقول انا غلبان وعايز فلوس؟ هذي بقى ده انا اموت من الجوع وابني يموت من الجوع ولا اعمل كده؟ اتاجر بيه؟ واخلي الناس تضحك عليه عشان من ضحك الناس وسخريتهم عليه وتريقتهم هيجي فلوس؟ يجي لي فلوس؟ ده اسمه كلام؟ ما يصحش. صح. ما يصحش. ده احنا اسمنا المصريين الشهامه والجدعنه والرجوله والاحترام وكذا وكذا وكذا. هنقعد بقى نعد؟ هو مش المفروض احنا نقول على نفسنا، المفروض الشعوب الاخرى هي اللي تقول علينا ده، مش المفروض احنا نقول على نفسنا كده. بس بالطريقه دي لما الشعوب الاخرى تشوف حاجات زي كده هيقولوا علينا ايه؟ ايه ده؟ يلا معلش. بطاطا بالكريم كراميل. بطاطا؟ بالكريم يعني كراميل. يعني كريم كراميل تحت وبطاطا فوق؟ لا هتشوف بقى، هو ميكس. ميكس؟ يعني هنخلط الاثنين مع بعض. المقادير عندنا بطاطا مسلوقه ومهروسه، كيس كريم كراميل باودر، وعندنا لبن، بسكوت مطحون، سكر حسب الرغبه، وعندنا الكراميل ده اللي هو من فوق. بس كده ما فيهاش اي حاجه ثانيه، بس طعمها تحفه. وطبعا مش عاملين الكريم كراميل اللي هو بالبيض وكده، ده احسن واوفر وما فيهوش اي مشكله. شطوره فريده. بص هنسخن اللبن، اللبن مش كتير اهو، هنحط عليه على طول الباودر بتاعت الكريم كراميل ونقلب ونقلب. والسكر، السكر ده اختياري. ماشي ماشي. يبقى هنا حطينا اللبن والباودر بتاعت الكريم كراميل، بودره الكريم كراميل الجاهزه، ومعاهم سكر. ريحتهم حلوه قوي. هنقعد نقلب لغايه لما ابتدى يتقل. ده تقل بسرعه قوي. البطاطا دي سلقناها وهرسناها، هنحطها معاه. ممكن نحطها هنا ونقلبهم على بعض. هو ابتدى يتقل لانه اللبن سخن. ماشي. انا ممكن اقول احنا محضرين طاجن، هنعملها في طاجن. هي على طول بتتقدم وبتتحط في الثلاجه بقى تبرد براحتها. طب معلش، البطاطا دي عملتيها كده ازاي؟ دي سلقتها. سلقتيها؟ سلقتها مشروع. ممكن على فكره تشويها. تشويها. انا سلقتها بقشرها، عملتها زي البطاطس المسلوقه وشلت القشر وبعدين هرستها. ممكن تشويها وتهرسها برضه. ما حطيتش عليها حاجه؟ ما حطيتش عليها اي حاجه. اوكي. هي بص ابتدى يتقل. صح؟ ابتدى. لا استني، انت عايزاه يتقل خالص؟ ها؟ مش قوي. اوكي. هو كده كده هيجمد معايا. انت بقى ما شفتي الفيديوهات دي حسيتي بايه؟ انا بتضايق يا شريف عشان مش بحب الناس تضحك على حاجات زي دي بصراحه. يعني انا البيت ولا سبب عليا. انا ما انا كده، ما انا كده. يعني الموضوع مش مضحك خالص، يعني في ناس خدته انه ضحك وبص بيقول ايه وهي بتقول ايه وغمز لي ومش عارف. يعني انا قعدت اتفرجت الحقيقه عليهم، بس كنت متضايقه، كنت متضايقه قوي من الفكره بتاعت انه الناس بتتريق عليهم دي.
انا كنت متضايق اكتر من الاهل من الاهل لانه والاهل يعني كل شويه البنت او كده بيستنوا الاهل تقول لهم يقولوا ايه. طب وليه وفي حوار معاهم كان مع حد برضو لما قعدوا يتكلموا من موضوع كله الناس بقت بتستغلهم عشان حوار الترند عشان ياخدوا فلوس من وراهم. يعني في واحد مفهمه انه هيغني وكارثه يعني. فانا ما بشوفش ان الحاجات دي بتضحك وما بشوفش ان هي المفروض تبقى بالطريقه دي خالص. شفت موجوده اصلا يعني دي مشكله بقى السوشيال ميديا يا شريف. مصيبه سودا ان هي بقت يعني مفتوحه لكله كده. حلوه حط ده على ده. اوكي زي بالظبط فاكر موضوع اللي هو كان بتاع عامل النظافه والواحد في الاول في النار صعب علينا في الاول بس بعد كده الموضوع بقى اوفر لا بقت سخيفه وان هو عايز يغني يعني مش عارف ويجي وفي ده في قناه مره طلعته مع حد كده برضو بيغني ويتخانقوا مع ايه وقصص كده غريبه قناه مش فاكر اسمها ايه. طيب حطيتي ده على ده وبعدين بقلبهم كويس بس اخلي البطاطا مع الكريم كراميل لازم يتخلطوا خلطه يتخلطوا كويس. اجيب لك مضرب لا حلوه يعني هظبطها. هتحطي بقى الايه بص بقى هحط حطي بسكوت تحت عايز نحط انا حاطاه من فوق بس هناك حاطه لو عايز نعمل الاثنين مفيش مشكله بس عشان دي سخنه فهتخلي البسكوت مش احلى حاجه. لا خلاص خليه من فوق. والكريم كراميل ده هتحطي فين من فوق؟ حطه بقى كده. بص بقى كده اتخلطت ازاي. هي كمان هتجمد شويه في الثلاجه ممكن نحطها بقى في الطاجن وناخد دول. الله عليكي يا فهد طعمها على فكره حلو قوي يا شريف بجد. مش مستغربناش بيض ولا عملنا اي حاجه ولا شفتي وهي كوبايه لبن واحده. تسلم ايديكي. بون ابيتي. ممكن بقى ايه ناخد البسكوت كده بسكوت لو عايز تكتر بقى زي ما انت عايز اي نوع بسكوت شاي طحنينه مش طحنه جامده كمان. ممكن بقى ماشي دي بقى ده ماشي يلا ده خلاص هشيل دول واجيب بس يا واد ايه اهي تخش التلاجة تقعد قد ايه؟ يعني ساعة ساعتين وتتقدم تطلع زي اللي انتوا شايفينه بيطلع بقى الطعم ما بين طعم الكريم كراميل والبطاطا الحلوة بتاعتنا دي والف هنا وشفا. شكرا فريدة. ميرسي ميرسي فريدة موسى اشكرك. نسمع دلوقتي اغنية خليجي لعبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وبعدها نروح للاستاذ الدكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب وبشكر فريدة مرة ثانية. مزيكا يا حياة عالسيرة